واسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا سعادة وفرح، بل نتأمل بالخير، فالأمل قرين العمل، ولنصنع بأيدينا وطننا الجميل. فللوطن مكان في قلوبنا، والولاء لله ثم الوطن. والأرض حرمى لا تدس بالقوة، ولو كلف الدفاع عنها مالنا وأنفسنا. التي أقامت مدرسة ياقوت الحمر للبنين في الساحل الأيسر لمدينة الموصل. سرنا ما شاهدناه من أعمال فنية تحاكي الطبيعة، وكذلك كان بإشراف عدد من المطبقين مع الفنون الجميلة. نشكر كافة الجهود اللي أقامت هذا المعرض، وأيضا نوجه الشكر للإخوان المطبقين، وشكرنا موصول لإدارة المدرسة لما قدمته من نتاجات التلاميذ. وفق الله الجميع لخدمة وطننا تحت راية الله أكبر.